بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلمات مختصرات. أرحب بهؤلاء الأصدقاء والإخوة المجاهدين والضيوف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا إلى بلادهم عن قريب آمنين سالمين. جهادكم مشكور وعملكم مبرور وانتفاضتكم مباركة، وهذه الانتفاضة ستستمر إن شاء الله في العراق حتى تعطي النتيجة الكاملة. والأمة إذا تحركت من طبيعتها لا تسكن حتى تنتهي إلى نتيجة طيبة. علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. يعني الله سبحانه وتعالى لما يرى صدق المجاهدين ينزل عليهم نصره. أنتم الصادقون لا شك فيه، وتواجدكم الآن هنا دليل على صدقكم. الشهداء الذين استشهدوا وذهبوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض دليل على صدقكم. هجرتكم وتهجيركم دليل على صدقكم. خراب بلادكم دليل على صدقكم. فيصدق فيكم قول علي عليه الصلاة والسلام: فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. عن قريب ترجعون إلى العراق إن شاء الله وإلى بلادكم، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، كاظمية، سامراء، بصرة، ناصرية، رميثة، وسائر المدن العراقية التي أنتم منها. الكلام مع الإخوة يتلخص في 5 كلمات للمستقبل. الكلمة الأولى: التوكل على الله. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني الله سبحانه وتعالى لابد وأن ينتهي الأمر إليه وينهي الأمر إلى نصابه، هذا شيء واضح وكلكم مسلحون به. الشيء الثاني: يجب أن نعرف جميعا أن العراق أكثريتها شيعة. في إحصاء قبل 25 سنة مدير النفوس العام قال لنا، ونحن كنا في العراق في ذلك اليوم، قال 85% شيعة في العراق، الأكثرية المطلقة في العراق شيعة. ويجب أن نعرف أن حكم الأكثرية هو الواجب في حكم الإسلام، لأن الإسلام يعتمد الأكثرية. فاللازم أن تكون الحكومة المستقبلية في العراق شيعة، يعني إذاعة شيعية، تلفزيون شيعي، أوقاف شيعية، مدارس شيعية، جامعات شيعية، الجيش شيعي، وكل شيء. نعم، لا شك أن الإخوان السنة يعطى حقوقهم، مو معنى أن الأكثرية يأكلون حق الأقلية، لا أبدا، وإنما الصبغة العامة للعراق يجب أن تكون الشيعة. وأنتم الشيعة أعطيتم الدماء والأموال وذهبتم إلى السجون وإلى التشريد وإلى التهجير لأجل هذا الشيء. أكثرية العراق الشيعة، فيجب أن تكون الحكومة المستقبلة في العراق شيعية، وأنتم أعوانها، وأنتم رجالها، وأنتم جيشها، وأنتم مثقفوها،
وأنتم موظفوها وأنتم الحامون عنها. هذا الشيء الأول. إنما المؤمنون إخوة، لكن يجب مراعاة الأكثرية، هم في القانون الإسلامي هم في القانون الذي يسمى في اليوم القانون الديمقراطي. الشيء الثاني، يجب أن تكون في العراق أحزاب حرة، بين أحزاب إسلامية وأحزاب وطنية. الأحزاب الوطنية يعني الأحزاب التي تريد بناء البلد، مستشفيات، مطارات، مواصلات، مدن، كهرباء، ماء وما أشبه ذلك، هذه تسمى بالأحزاب الوطنية. يجب أن تكون في العراق أحزاب حرة بين إسلامية وبين وطنية، وهذه الأحزاب الحرة تتنافس تنافسا مشروعا، لأن الله جعل كل شيء في التنافس حتى الجنة. الله تعالى في القرآن الحكيم يقول بالنسبة إلى الجنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يجب أحزاب حرة بين إسلامية وبين وطنية تتنافس انتخابات حرة، تتنافس بالنسبة إلى المجلس البلدي، بالنسبة إلى مجلس الأمة، بالنسبة إلى سائر المجالس والشؤون، فيأتي الأكفأ فالأكفأ. وحتى في بعض الكتب العلمية أن في زمن رسول الله كانت أحزاب، والنبي صنعهم أحزاب، أحزاب إسلامية وأحزاب وطنية. هذا هو الشيء الثالث، التوكل على الله. الشيء الثاني، حكومة الشيعية في العراق. الشيء الثالث، الأحزاب الحرة المتنافسة، والأحزاب التي هي بين إسلامية وبين وطنية. الشيء الرابع، أن يكون هناك شورى في المرجعية. هذا الرابع. العراق كما تعلمون محو قلوب الشيعة في العالم، بعليه وحسينه، بالكاظمين، بسامراء، بحوزاته العلمية، بالزهاد والعباد والمقدسون فيها. يجب أن تكون هناك بالنسبة إلى المرجعية شورى. الله سبحانه وتعالى يمدح المسلمين، يقول: أمرهم شورى بينهم، يعني أن كل جماعة منكم تقلدون مرجعا، أهلا وسهلا، في صلاتكم، في صومكم، في حجكم، في بيعكم، في شرائكم، صحيح. لكنه الأمور العامة الإسلامية، الأمور العامة التبليغية، يجب أن يكون شورى، أمرهم شورى بينهم. النبي الأعظم مع العلم أنه متصل بالوحي، وفي القرآن الحكيم يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مع ذلك الله أمر نبيه بأن يستشير الناس، وفي القرآن الحكيم: وشاورهم في الأمر. الشيء الرابع، يجب أن تكون المرجعية في العراق في المستقبل لإدارة أمور البلاد والعباد داخل العراق وخارج العراق، لأن في العالم الآن ما يقارب 700 مليون شيعي، يعني نصف المسلمين شيعة. المسلمون ككل 1500 مليون، نصفهم تقريبا 700 مليون شيعي في العالم، في الهند، في باكستان، في أفغان، في الصين، في الاتحاد السوفيتي، في إيران، في العراق، في الخليج، في اليمن، في مصر، في أندونيسيا، وفي كثير من البلدان الشيعة متواجدون في كل مكان. فالعراق محو قلوب هؤلاء 700 مليون. لازم يصير في العراق شورى المرجعية. هذه أمور أربعة: التوكل، حكومة شيعية، أحزاب حرة متنافسة بين إسلامية ووطنية. الشيء الرابع، شورى المرجعية. الشيء الخامس، بناء العراق.
العراق كما تعلمون هدمت مرتين تقريبا، مرة في قصة الكويت ومرة في قصة الانتفاضة، فواجب عليكم بناؤها من جديد، وكل يجب أن يبني العراق بناء يليق بشأن العراق حتى يعود إلى العراق الرفاه، الرخاء، الآمن، السلام، الاقتصاد الطيب، حتى يشتغل جميع الشعب، جميع الأمة. أكو حديث: من لا معاش له لا معادلة، يعني يجب أن يكون معاشك متفوتا حتى يكون أيضا معادك متفوقا. هذه الأمور الخمسة أمانة بأعناقنا جميعا بالنسبة إلى العراق. إن شاء الله الحكم يزول بسرعة، وحسب اللي يظهر من الأمور، حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وشبك أصابعه هكذا قلت ضايقي تنفرجي، يعني إذا الضيق صار إلى أخير المرحلة يكون الانفراج. الآن في حالة انفراج العراق، إذا رجعتم إلى العراق هذه الأمور الخمسة لا تنسوها، نحن هذه الأمور أمانة في أعناقنا، وكل واحد منا مسؤول عن هذه الأمور الخمسة. هذه كلمتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر الشهداء مع محمد وآله الطاهرين، وأن يعطيكم ثواب المجاهدين المهاجرين، وأن ترجعوا إلى بلادكم آمنين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.